تأهل إلى أولمبياد لندن، يعني غائبة لم تتأهل. هو منتخب البرازيلي المتأهل بالجول الأول، الجول الأول. نعم البرازيل سجلت الهدف الأول. البرازيل الأفضل، البرازيل الأقوى، البرازيل التي هاجمت من الدقيقة الأولى ولغاية الآن. والبرازيل إذا بواسطة روميلو يتقدم، اللاعب الشاب 21 سنة يتقدم ويحط الكرة في مرمى روميرو، وبالتالي روميلو يسجل الهدف الأول للبرازيل. البرازيل الآن الهدف رقم 140 في مرمى المنتخب الأرجنتيني. لذلك يعني نتيجة منطقية، منطقية للغاية. شوف الفرحة والسعادة اللي عند هذا اللاعب الشاب.